ما عم صدق ابدا حبيبة قلبي اجت لعندي. وين كنتي؟ قلقت عليكي. انا بحياتي كلها ما شفت واحد حقير ووقح مثلك عاكف. ها؟ فكرت شوي قبل ما تساوي هيك؟ دمرت حياة الكل، عجبك هالشيء؟ انا حذرتك، قلت لك لا تلعبي مع عاكف اتاكول ابدا، وقلت لك لا تلعبي بالنار بتحرقي حالك، وما سمعتيني. كان في حد وانت تجاوزتي، لهيك بدك تتحملي نتائج هذا الشيء. بعد ما تعرفتي على ابنك كيف قضيتي امبارح؟ نمتي منيح؟ وانت شو دخلك؟ شو دخلك؟ انت فضحتني قدام الكل، بكفي بقى عاكف، بكفي. سوزان شو عم بتساوي جنتي؟ ايه جنيت، انت فضحتني قدام الكل، يعني ما في حدا يوافق عند حدك؟ انت ما بتفكر بحدا ابدا؟ يمكن ما بقدر اتحمل، بلكي ما عم بقدر قاومك. ما بتقدر تقاومني لكن حلو كتير، منيح انك قلت لي هالشي. انا بفرجيك يا عاكف الحقير. الكل يختار موضوع يبعت لي اياه نهاية الاسبوع الجاي، تقدروا تطلعوا. استاذ رح نعمله بشكل فردي مو هيك؟ ايه بيك، واجب فردي. واجب فردي، والله زعلت. ما فهمت. يا ريت كان واجب على شكل مجموعات، كنتي قضيتي وقت حلو مع اخوكي. يمكن هالشعور جديد عليكي، بس صدقيني رح تنبسطي كتير. على الأغلب سوسن مو عرفانة شو عم تحكي، شو هالجرأة هاي؟ على الأغلب أكلتي ضربة شمس. لا، ليش؟ مو عمر بيكون أخوكي؟ لا، هذا الولد ما نو أخي أبداً. ها ماشي. ليكي، أنا ما رح أسمع هالشي مرة تانية، ومن أي واحدة منكن. أف هريكا، ملينا كتير من غرورك وتصرفاتك هي، بكفي. حاجتك تزلين الناس، مفهوم؟ أنت كيف بتحكي معي بهاي الطريقة؟ يعني ما حق، لما تكوني متضايقة بتبهدلي الكل وبتعبسي بوشهم. وليش تأثرتي لهالدرجة بموضوع الأخوة؟ أمك قبلت هالشي، أنت ليش متوترة؟ حلو كتير، أنت بقى رح تبلش المعركة يا شباب. بس ليكي، إذا أمك حملت فيكي وقت كانت متزوجة رح أتفهم ليش عم بتقولي إنه عمر مو أخوكي. حتى أني زعلت كتير، بتعرفي هالشي؟ مين أنتي لحتى تزعلي علي؟ مين أنتي وليه؟ أنتي شو عم تساوي؟ ليكي، بقيت لك ها؟ شو عم تساوي؟ أنتوا أخدتوا وش كتير كبير. بعدي عنا، تركيا، بكفي بقى. هو ما له أخي، عم تفهمي أنت وياها؟ ما له أخي، بعدي عنا، بكفي بقى. شو هذا؟ بكفي والله، لخليك خلاص، وقفوا خلاص، فرجيكم ما له أخي، هذا الولد ما له أخي. وجن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hay-